ولضيفك ولزملائي في استوديو الجزيرة مباشرة. مشاهدينا، المسائية مستمرة، وبعد الفاصل قتلى وجرحى جراء زلزال قوي في بحر إيجا هز مدنا ومناطق تركية عدة في مقدمتها إزمير. أهلا بكم. لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 419 آخرين بجروح جراء زلزال قوي في بحر إيجا تسبب أيضا في سقوط عديد المباني في مدن ومناطق عدة في تركيا واليونان اللتين عبرتا عن الاستعداد للتعاون لمواجهة آثار الزلزال. وأفادت إدارة الطوارئ التركية بوقوع زلزال في بحر إيجا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في تهدم عدد من المباني السكنية بالكامل في مدينة إزمير الساحلية. وقال رئيس بلدية المدينة إنه تلقى بلاغات بتهدم نحو 20 مبنى في المدينة، في حين قال وزير الإسكان التركي إن هناك أشخاصا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض ولا يعرف مصيرهم. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أنه تم تسخير الإمكانات كافة لاستكمال أعمال البحث والإنقاذ. نحن على استعداد كامل لمواجهة الكوارث الطبيعية ومنها طبعا الزلازل. مرة أخرى أحيي أهالي إزمير وأتمنى الرحمة من الله على أرواح الضحايا، وأتمنى أيضا الشفاء العاجل للجرحى، وأشكر جميع الدول التي اتصلت وقالت أنها مستعدة للمساعدة. كما في كل طبعا الكوارث الطبيعية، نحن واجهنا فيروس كورونا في البنية التحتية القوية
وزارة الصحة، وها نحن أيضا في أمام امتحان كبير في مواجهة الكوارث الطبيعية، ومنها طبعا طبيعية ومنها الزلزال في إزمير. للتعليق على هذا الموضوع ومتابعة آخر التطورات حول زلزال إزمير، ينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا عبد العزيز مجاهد. رحبي عبد العزيز، آخر الأخبار منذ ثواني تقريبا، وزير البيئة التركي تحدث وقال أن عدد المصابين ارتفع إلى 522 شخصا. ما هي آخر التطورات عبد العزيز؟ بالفعل مصطفى، قبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي لعدد من المسؤولين الحكوميين بينهم عدد من الوزراء في مركز إدارة الأزمات في مدينة إزمير. قبل هذا المؤتمر أعلن والي مدينة إزمير الانتهاء من نصب 2000 خيمة مؤقتة في مختلف الميادين بجوار المباني المتهدمة. حتى هذه اللحظات التي نتحدث فيها مصطفى، لا زالت فرق الإنقاذ تحاول إخراج الضحايا أو العالقين من تحت الأنقاض. في كلمته قال الرئيس التركي أنه عدد من فقدوا حياتهم، عدد ضحايا هذا الزلزال، بلغ 12 ضحية وأكثر من 500 مصاب حتى هذه اللحظات، وهناك عدد من المباني المتهدمة بصورة كاملة كان بلغ وقت كلمة الرئيس التركي 6 مباني. كل الأجهزة الحكومية تتحدث فقط عن هذا الزلزال وتحشد من أجل إخراج الضحايا من هذا الزلزال. وزير الداخلية قال لدينا كل شيء ونحن جاهزون بكل الإمكانيات، منازل متنقلة، مطابخ متنقلة، وأطعمة ومساعدات، كل ما نحتاج إليه فقط هي الطرق خالية. وهي رسالة وجهها للمواطنين أن يتركوا الطرقات وألا يخرجوا إلى الطرقات في مدينة إزمير حتى تتمكن سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وسيارات الإنقاذ من التحرك بحرية في مدن مدينة إزمير وفي مختلف مناطق هذه الولاية التي كانت أقرب إلى مركز الزلزال الذي وقع في بحر إيجة، ثم شهدت أثاره مدينة إزمير بصورة كبيرة، وشعرنا نحن به هنا في مدينة إسطنبول وفي غيرها من المدن. لكن كل الإصابات وكل الخسائر حتى هذه اللحظة هي فقط في مدينة إزمير. وإدارة الكوارث تخرج ببيان كل نصف ساعة تقريبا تحدث عدد حالات الضحايا وعدد الوفيات، وكذلك تقوم بإرسال توجيهات لمن هم متواجدين في مدينة إزمير. نعم عبد العزيز، كانت هناك تحذيرات من السلطات التركية للمواطنين في إزمير بالابتعاد عن الساحل، هل هذا خوفا من موجة تسونامي أم ماذا؟ نعم مصطفى، بالفعل الزلازل هنا لها بروتوكولات أو لها عدد من الإجراءات يحفظها المواطنون وكذلك تحفظها السلطات هنا. الخوف أولها هو الخوف من الهزات الارتدادية، أن يكون هناك موجات أخرى ارتدادية تعقب الهزة الأولى الكبرى. كذلك عدم الخروج إلى الطرقات حتى لا يسبب ذلك ازدحاما في الطرقات العامة، وأيضا مغادرة المباني طوال فترة توقع الموجات الارتدادية وعدم العودة إلى المباني المتشققة قبل أن تعطي السلطات إذنا بالعودة إلى هذه المباني مرة أخرى. أذكرك أنه زلزال إزمير اليوم تبعه بعده بثلاث ساعات حدث زلزال آخر بخمس درجات فاصل واحد على مقياس ريختر أيضا في بحر إيجا، لكنه لم تسجل خسائر لهذا الزلزال الثاني. وبالتالي دائما يتوقع هنا في تركيا مع وقوع الزلزال الأول أن يكون هناك موجات ارتدادية. كما قلت لك مصطفى أن موضوع الزلازل هو موضوع دائم ومطروح دائما على الطاولة الشعبية والطاولة السياسية والطاولة الإعلامية هنا في تركيا. دائما السؤال هو متى موعد الزلزال القادم، وهناك دائما تساؤل عن زلزال كبير ربما يأتي. نعم. ربما يضرب إسطنبول. نعم. بعد الزلزال الكبير الأخير الذي ضرب هذه المدينة عام 99. نعم عبد العزيز، السؤال الأخير، يعني بما أنك ذكرت أنه دائما هناك هاجس حول الزلازل، أيضا الحديث حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص البناء، مراعاة الزلازل، وأيضا التأمين ضد الزلازل. بعد عام 99 بدأت الحكومات العاقبة مصر
مصطفى في خطة طموحة، خطة الستة مليون منزل، تهدف هذه الخطة إلى هدم وإعادة بناء 6 مليون منزل في عموم تركيا. هذه الخطة تبنتها حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة، وهي تحظى بدعم سياسي من عدد من الأحزاب السياسية. تهدف هذه الخطة إلى هدم المباني الغير مطابقة والغير مستعدة لاستقبال زلزال مماثل للزلزال الذي حدث في عام 99، وتعويض أهالي هذه المباني وإعطائهم مباني أخرى مقاومة للزلازل. بعد عام 99 بدأت الحكومة التركية في تطبيق بروتوكولات محددة في البناء، تشترط أن يكون المباني الموجودة على الأراضي التركية ذات طبيعة محددة مقاومة للزلازل وممتصة للزلازل. وهذه الخطة أيضا تتضمن إزالة المباني الغير مستعدة لاستقبال الزلازل القوية، وكذلك تعويض أهلها وبناء مجتمعات سكانية جديدة. لكن هذه الخطة كما قلت لا تطبقها الحكومة إلا بالتفاوض مع الأهالي وبأخذ موافقة الأهالي، لذلك هي تتأخر في عدد من الولايات ولا تسير بصورة كاملة في كل تركيا. لكن السلطات بالفعل نعم. نجحت في تطبيق هذه الخطة في عدد كبير من الولايات التركية، لكن هناك خطة طوارئ تطبقها وزارة الداخلية، وزارة الصحة، حتى رئاسة الجمهورية مع وقوع الزلازل. رأينا هذا في زلزال إلازيغ الأخير حينما انتقل مباشرة وزير الداخلية إلى هناك وبدأ خلال ساعات نعم. في بناء منازل متنقلة في الساحات العامة، تم نقل الناس إليها، وخلال شهرين كانت المباني التي هدمت تم بناؤها بالكامل. نعم، شكرا لك عبد العزيز مجاهد مراسل الجزيرة مباشر، كنت معنا من اسطنبول. ننتقل الآن مشاهدينا إلى إزمير، انضم إلينا الصحفي عبد الكريم. عبد الكريم أرحب بي. سيد عبد الكريم، آخر الإحصاءات لدينا من وزير البيئة التركي أن الإصابات وصل العدد إلى 522. الحديث في أيضا هناك تهدم 20 مبنى، الحديث عن 5 يخضعون لعمليات جراحية و8 مصابين. هل هذه الأرقام ما زالت هي نفس الأرقام أم هناك جديد سيد عبد الكريم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة لأرواح من فقدوا حياتهم في هذا الزلزال، ونتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى. إلى الآن لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة حقا، وطائرات الإسعاف تجوب السماء، وسيارات الإسعاف في الشوارع. الأرقام كما تفضلت وذكرت حضرتك هي إلى الآن غير مستقرة ومتقلبة من الحين إلى الآخر، لكن آخر إحصائية إلى الآن 12 قتيل و 25 جريحا. نعم إلى الآن، لكن سيارات الإسعاف لا تزال أصواتها تسمع. نعم سيد عبد الكريم، يعني الرئيس أردوغان منذ قليل تحدث وقال أنه تم توجيه بتأمين السكن لجميع العائلات المتضررة من الزلزال، أرجو أن تطلعنا على جهود الإغاثة على الأرض في إزمير. نعم صديقي، الرئيس الجمهورية وجه المنظمات المجتمع المدني للعمل والمساهمة في تأمين منازل مؤقتة لمن تضررت منازلهم. تم كما صرح وتصرح القنوات التركية بناء ما يقارب 2100 خيمة مؤقتة و3000 سرير و3000 بطانية، توزيع بطانيات، بالإضافة إلى عمل سيارات بتوزيع الطعام في الساحات والشوارع للأسر التي نزلت إلى الشوارع خوفا من هزات ارتدادية أخرى قادمة لا سمح الله. نعم ألو سيد عبد الكريم، شكرا لك على وجودك معنا. نعم شكرا لك على وجودك معنا من إزمير التركية. مشاهدينا المسائية مستمرة، وبعد الفاصل تجمع المهنيين السودانيين يتهم الحكومة بالخداع، ووزير الخارجية المكلف يعترف بتعرض بلاده لضغوط من أجل التطبيع مع إسرائيل. فيه لذراع، هل نحن نخلي الفرصة دي تمر ونأمن على أنه ترامب هيسقط أو غيره زي الكلام اللي قلناه ده؟